منذ عقود تلازم لعنه البترول محافظه البصره كونها تعد من اكثر المناطق استخراجا للنفط في العراق ومنذ ذلك الحين تسجل البصره حالات اصابات متزايده بالامراض السرطانيه التي تفتك بسكانها منطقه نهران عمر الواقعه شمالي المحافظه تمثل شاهدا حيا على تفاقم حالات الاصابه بالسرطان ويعود مرد ذلك الى وقوعها بالقرب من احد الحقول النفطيه مهند أحد سكان هذه المنطقة خسر أصدقائه جراء هذا المرض ومن ثم أصيب به لاحقا بعد أن ارتفعت أعداد المصابين سنويا إلى أكثر من مئة حالة نصفهم يفقدون حياتهم في هذه المنطقة المنكوبة كلها تعاني نبط يعني سام هذا ودائما يعلون الشعلات ما يطفوها أصلا شعلات مستمرة طلعنا حكينا ردنا لا يعوضونا ويشيلونا ولا يشيلون شعلات. هذه الشعلات شاهدة على موت السكان البطيء تشغل أحاديثهم اليومية ولكن لا حلول ناجعة بديلة عن الخروج بتظاهرة أمام بوابة الحقل النفطي هذا لعلهم يجدون آذانا صاغية من أصحاب القرار احنا تقريبا بالسنة خمسة إلى ستة وفيات يعني هذا الشيء مو يعني بالنسبة للمنطقة يعني اليوم بالإضافة إلى أمراض أخرى ساد يعني أمراض رئة أمراض مزمنة احصائيه تقريبا من 100 الى 150 سنويا هذا يعني جزء اقل شيء انا اقدر انطيك اياه اكثر من 1000 منزل يقطنون هنا تتناقص اعدادهم سنويا ويتراجع وضعهم المادي كون اغلب الاسر تعيش على الزراعه والاخيره هجرها اهلها بسبب موت المزروعات التي لا تتحمل الغازات السامه والملوثات الناجمه من لهيب شعلات استخراج النفط الناس هنا عايشين على الزراعه واغلبيتهم تركوا الزراعه بسبب رذاذ النفط وتؤكد الدراسات البيئيه والعلميه ان التعرض للشعلات النفطيه يزيد من احتماليه الاصابه بامراض السرطان بشكل كبير اذ يتمثل التلوث البيئي الناجم عن هذه الشعلات في انبعاثات ملوثه مثل الهيدروكربونات والمواد الكيميائيه السامه التي تتراكم في الهواء والتربه والمياه مما يعرض سكان المنطقه لمخاطر صحيه كبيره مصطفى الشمري التغير الفضائيه مدينه البصره